هاي أصدقاء الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد عن حاجة كنت نزلت لكم عليها هنت على الانستجرام والفيسبوك. اما كنت بعمل باديكير لاخر مرة قلت لكم يا ترى ايه اللون الاورنج اللي الصالونات ومراكز التجميل بيحطوه على باطن القدم بعد ما بيخلصوا الباديكير. في لون كده بيحطوا سبراي بيدي لون اورنج ساعات، وردي ساعات، حاجه ما بين الاورنج والوردي كده، بتدي منظر كعب القدم لون الورد اللي هو كعب الغزالية متحني بيدي اللون كده. ايه هو بقى؟ انا نزلت كتير بسأل عليه وكانوا فعلا بيرفضوا بمنتهى الصراحه، اللي هو لا، يعني ده زي ما يقولوا سر المهنه يعني. فلحد في يوم ما مع ربنا كده، بقدرة ربنا كده، بإرادة الله يعني، كنت موجودة في سوبر ماركت عادي جدا، مش مشهور الشهرة الفظيعة كده. مهم أنا بحب استكشف يعني، فلقيت حاجة لطيفة جميلة اسمها كيوتيكل تنت. ده اهو هو ده. ايه بقى الكيوتيكل تنت ده؟ الكيوتيكل تنت ده يا جماعة عبارة عن السبراي، مجرد سبراي ملون بلون ثابت نوعا ما، ومش بينشف الجلد ومش بيخليه جاف وقاسي وكده، بيدي لون لطيف جدا. بس طبعا لما ترشيه على جلد نظيف ومتقشر وناعم ومتنضف وكده. حلو. مكوناته عادية يعني، انا مش هم مش كاتبين المكونات يعني، في طبعا مية والكحول وفي اسيتون وفي كلورايد، بس يعني ايه، احنا مش بنرش كل يوم يعني. انا مش بقول لكم ان دي حاجات هيلثي، بس احنا مش بنرش كل يوم يعني انت تعملي بديكير مثلا كل اسبوعين مرة مثلا، فمرشة كده حلوة. اللون ده مش بيقعد كتير بصراحة، بيقعد من يومين ماكسيموم يومين، بس طبعا مع الوضوء وكده هيقعد اقل. فانا بقى عملت ايه؟ طبعا هو علبه يعني، هنا بصوا علبه بتكب، فطبعا ده مش عملي، لان انت عايزه اللون متجانس ومش عايزه تكبي وترشي وكده. لو جربت احطه على قطنه وامسح بطن القدم ما طلعش اللون، القطنه بس اتلونت واللون والجلد ما اتلونش. فقلت ايه الحل؟ فدورت على سبراي فاضي عندي، ده كان بيرفيوم وخلص، ورحت ايه، فضت دي في دي، جزء من دي في دي، فبقى دي اللي صادمه على طول. وعايزه اوريكم اللون بيظهر ازاي على الايه، على الجلد. طبعا مش هينفع اعملها على القدم، مش لطيف. فبصوا اهي، اعتبروا ديت باطن القدم عندي، اوكي، وهنرش عليها. انا خايفه لانه خايفه تيجي على وشي. بصوا بيبقى لون ايه، مش باين هنا، بيبقى محمر لون محمر. السبراي اهو متحط، كنتوا شايفين اللون تمام. انتي بتوزعيه بس كده، بتوزعيه على البطن هنا كده. هو بصراحة ريحته مطهر يعني، ريحته تحس مطهر عشان فيه الكحول. عايزة اوريكم بقى بسرعة الفرق ما بين اللونين، شايفين؟ ممكن تزودي طبقة تانية، هو باين قوي في الحقيقة اكتر من اللي هنا في اضاءة قوية، بتاعت الاضاءة القوية اللي انا حطاها الستاند. فايه، انا عايزه اوريكم بص المنظر اللون عامل ازاي. تمام كده 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 بتوزعيها حلو. انا كمان بحط على رجليا من قدام من عند الضوافر كده، بتدي شكل، عارفه اللي هو كانه البيبي سكين كده، شكله جميل جدا. تمام، بصوا الفرق اللونين، ده كمان بص فرق الايدين، فرق اللون الايدين من بعض، هو ده الفرق اللي انا قصدي عليه، فرق الايدين، فرق اللون. او ممكن يبقى الناس يعني اتنضت بجديل، بس انا بحب اللون ده قوي، وبحب انه كعب القدم يبقى ناعم وطري مترطب، واللون الاحمر الخفيف ده بصوا تحس ان هو اللون الحيوي يعني، اللون مش الاحمر ودم الغزال الاحمر الغامق، لا لا لا، لون حيوي، جلد فيه حياه. شايفين الفرق؟ اتمنى يكون الفرق اللون واضح يعني. بصوا من الجنب، بصوا من هنا، فرق اللون.
على شكلها على بطن القدم احلى كتير. ده هي هنا حتى في الحقيقة، في الحقيقة شكلها على الايد شوية ويرد، يعني اللي هو ليه ايديك حمرا كده، لانها في الحقيقة اغمق من اللون اللي انتوا شايفينه في الكاميرا ده، اغمق سيكا تريك شوية. بس فهتحبوه هتحبوه هتحبوه. هو عايز اقول لكم انه براند مجهول، ما اعرف له وش راس من الرجل، بس عجبني المنتج، عجبني ومش شايفاه مؤذي قوي يعني، يعني حاجه مش هنحطها على الوش انا بالنسبه لي اوكي. فحتى هو بصوا ميدن ايه، هحاول اشوف لكم، فيلبينز، متصنع في الفلبين واستخدام خارجي فقط، فايتس اوكي يعني. هو صلاحيته 3 سنين، من ايه 3 سنين من تاريخ الانتاج، تمام؟ ففتره طويله، فتره طويله، فتره حلوه قوي. فالمهم بقى هتلاقوه فين، هي دي بقى الحلو. مش هتلاقوه في اي سوبر ماركت الهايبرز الكبيره، مش هتلاقوه في الصيدليات، مش هتلاقوها في المحلات اللي بتبيع المنتجات بتاعت البيوتي بيوتي سنتر، هتلاقوه في السوبر ماركتات المجهوله. والله فانا بتكلم على يعني بامانه والله، او اسم كيوتيكل تنت، وانا بقول لكم انه دلوقتي هيطلع ترند فظيع، والناس ان هو دلوقتي منتشر، هو دلوقتي يعني انا متاكده بنسبه 100% ان هو الناس دلوقتي هتعرف، لان الحته محدش بيقول معنى الكلمه، بيرفضوا رفض كامل كانه سر حربي، هينتشر دلوقتي. وبعدين التجيلات يعني ما اعرفش هيوصل مصر ازاي، بس التجيلات انا متاكده ان هم هيجيبوه في الجروبات الميك اب والسكين كير المستورد، وهيبيع بالشيء الفلاني. قولوا لي ده تفتكروا ده كام، ده هو كام ملي؟ عايز اقول لكم كام ملي، 120 ملي، تفتكروا بكام؟ ادوا له سعر كده، بصوا يعني اعلى حاجه تيجي في دماغكم. ده ب 12 ريال، 12 ريال يعني بما يساوي 48 جنيه. انا اتحداكم انه هيتباع اكتر من كده 10 مرات. الحلو بقى كمان في البراند ده انه مش بس منزل، هو بجد مش بس منزل اللون ده، بجد مهتم بكل حاجه يعني. ده بتاع ده اسيتون، يعني اللي هو نيل برش موفر. عايز اقول لكم سحر، بتحطي ما بتمسحيش مرتين، والله العظيم ممتاز ممتاز. انا جربت كميه نيل ريموفر من نيل بوش موفر من سالي هانسون من مافالا، في ايه تاني، في ايفل، ملكات كتير. لا ده سحر، وعايز اقول لكم رخيص جدا، يعني رخيص جدا، اللي هو لا انا بجد حاسه اللي هو انا زعلانه له يعني، اللي هو مؤثر كده وفي نفس الوقت رخيص. هاو كم؟ في منه كمان حاجه لطيفه جدا بقى كمان، كيوتيكل ريموفر. يعني ايه كيوتيكل ريموفر؟ الجلد اللي حوالين الجلد اللي حوالين الضوافر هو ده بيسموه الكيوتيكل. حلو. بنعمل ايه لما تيجي تعملي لنفسك باديكير في البيت؟ قبل ما تقصي الجلد ده او تزقيه، بتقومي واخده كده فتحه ده، و باللي هي قطنة الودان دي بتقومي حطاها تك كده اهي. حلو. وتقومي تمشي حوالين على الجلد اللي حوالين الضوافر. حلو حلو، كل الضوافر كده، وبعدين تزق الجلد وتقصقصيه. ايه الفايده يا سما من الحركه دي؟ الفايده ان الجلد بعد ما تقصيه الجلد الجديد ما بيطلعش ناشف، وانتي بتقصي الجلد ما بيوجعكيش، ما بيتجرحش، بيتقص بسهوله، ما بتضطريش ان انتي ده اكتر حاجه بتضايقني، ان انا ما بقص الجلد وهو ناشف حوالين الضوافر بيبقى في جروح، وحتى لو ما طلعش دم، بس بتيجي مثلا تحطي صابون او كده على ايدك بتحسي ان ايدك بتلسعك، والجلد الجديد بيطلع طري. وكمان يعني باستخدامي عدد مرات لاحظت انه بيأخر ان الجلد يطلع، وجد بيطلع شكله مش مزعج، الجلد الجديد بيطلع شكله مش مزعج زي الاول. فبجد انا سعيده جدا ان انا اتعرفت على البراند ده، براند يعني الناس مجهول اسمه جاكي، البراند اسمه جاكي اوكي، هو مجهول يعني محدش، انا متاكده 100% ان محدش هيعرفه، بس لو حد عارفه يقول عادي يعني. كل الشارع عارف بس انا عمري ما اطلع اقول. ف
دولت بجد براندات حلوه او براند حلو الجاكي ده، والمنتجات دي تستاهل ورخيصه جدا يعني، حتى لو انتوا مش هتشتروها عشان خاطر يعني ان انتوا عندكم فضول تجربوها، هي رخيصه يعني، لو ما نفعتش مش هتضر. وانا متاكده ان بصي انا عايزه اقول لكم الحجم الصغير ده بريالين ونص، انت فيها ايه ريالين ونص يعني 4 2 4 ونص 10 تقريبا 12 16 جنيه، دي 16 جنيه ودي نفس الكلام ودي اترك حاجه 40 فعشان هي كبيره شويه. فبجد الحاجات دي فرقت معايا جدا، لان انا مجنونه او اوبسست فعلا حرفيا بالحاجات النيل كير، وبحب دايما يبقى شكل الضوافر نظيف ومنمق ومش طويل قوي مش قصير قوي، لان انا بالنسبه لي منظر الايد والكف والضوافر ده جزء لا يتجزا من الانوثه يعني، ما ينفعش واحده تبقى مهتمه بوشها وسكين كير وميك اب وايديها ورجليها كله مش حلو او ناشفين او مقشرين او او او. فده حاجه كانت لطيفه جدا، وكنت يعني متحمسه جدا ان انا اشاركها معاكم، فاتمنى انها تكون عجبتكم. واللي اشترى يكتب في الكومنتات اشترى منين ضروري، ولو الفيديو عجبكم بليز تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.